ما هو اسم بيليه الحقيقي؟ ولماذا يلقب ببيليه؟ اسمه الحقيقي هو إديسون دي ناسيمينتو، وسمي بذلك تيمناً بالعبقري توماس أديسون. في المدرسة كان دائماً يخطئ في اسم لاعبه المفضل بيلي، حارس مرمى نادي فاسكو دي جاما، ولهذا أطلق عليه لقب بيليه، والذي اشتهر به إلى وفاته في نهاية العام الماضي. بالمناسبة بيليه ما كان يحب هذا اللقب ولا يعرف معناه، ولا حتى أصدقائه في المدرسة. حسب عدة مصادر فالاسم له معنى عبري وهو المعجزة. هل تعتبر بيليه أفضل لاعب في التاريخ؟